أرجو شكري وامتناني إلى حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات. أهل العزم بدوا وحضر كانوا على غصن وسن غصن يشد بها الظهر والطيب يكسونه الطيب. أهل العزم بدوا وحضر كانوا على غصن وسيف ناس يشذبها الظهر والطيب يجزونه بطيب، وفي عيالهم يجنى الثمر ما بين طيار وطبيب ومهندس ينتج فكر ويطور العقل اللي بيب. أساساً في دولة الإمارات العربية المتحدة ده الحقيقة شرف لأي واحد أن هو ينتمي لدولة الإمارات، شرف فيه أن هو يشتغل في دولة الإمارات. دولة الإمارات من الحقيقة من الدول القليلة على مستوى العالم اللي أثبتت نفسها وأثبتت تقدمها، وده طبعاً بفضل القيادة الحكيمة وبفضل سمو الشيوخ الحكام. الحقيقة عايز أقول لهم فروا وتقدموا، وزي ما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نحن لا نرضى إلا بالنفوذ الأول. وترهي على الوضع الصعيد منهم مثل سحب المطر والأيام محتاج نتيب، وأهل الهمم فخر العصر ما حالهم حال عطيب، وأهدافنا فوق القمر بالعلم والرأي الصويب. كانوا على غصن وسيف. أهم حاجة في دولة الإمارات إنها كانت بتتمتع بنعمة الأمان، الأمان لأن دولة الإمارات الحقيقة اقتصاديا ما شاء الله من الدول المتقدمه جدا، فيها قوانين طبعا من الصعب جدا اختراق هذه. مصري قول لي ايه؟ قول لي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قول ايه؟ قول لي مصري ابني مصري وابني مصر الله عليه. قولها بأعلى صوت وارفع راسك لفوق، مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا لآلاء الابتهال، وكما عودناكم دائما باستضافة شخصيات استطاعت النجاح في قطاع عملها، رحبوا معي اليوم من ذات الإمارة رأس الخيمة بالدكتور شريف مسعد صاحب مركز شريف الطبي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك شريف، أهلا وسهلا، شرفتونا. في البداية دعنا نعرف السادة المشاهدين بمن هو الدكتور شريف مسعد. اهلا وسهلا بكم استاذ فريد، وشكرا جزيلا لمحدد البرنامج، واهلا وسهلا بكم في قصر خيمه. الاسم شريف محمد مصعب كامل، وانا خريج جامعه القاهره سنه 1989، وحصلت على ماجستير الاطفال في جامعه القاهره سنه 1994،
ثم الدكتوراه سنة 2007، ومن ذلك الحين وأنا خبرة الحمد لله رب العالمين في طب الأطفال حوالي 30 عام. أنا قدمت هنا الإمارات سنة 1995، وعملت بوزارة الصحة من سنة 1996 إلى 2015. في هذه الفترة عملت وظيفة استشاري طب أطفال وحديث الولادة في مستشفى صقر، وشغلت يعني عدة مناصب، منها رئيس شعب طب الأطفال في جمعية المرافق الطبية لمدة عامين سنة 2005 إلى 2007، وانتقلت من سنة 2015 إلى القطاع الخاص. إذا دكتور شريف، أنا أحييك على هذه الأخوة، أنت من الأشخاص الذين كافحوا واجتهدوا إلى حيث وصلت إلى هذا المنصب. حدثنا قليلا عن بداية دخولك إلى دولة الإمارات العربية. أنا دخلت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1995. ساعتها كنت حصلت على البكالوريوس والماجستير طب الأطفال، وعملت في شارقة في القطاع الخاص لمدة 6 أشهر، ثم جاءت لي فرصة العمل في القطاع العام سنة 1996 بمستشفى صقر في رأس الخيمة. طبعا كان انا ما كانش في بالي ان انا اسافر بره مصر، انا كنت ناوي ان انا اكمل دراساتي وعملي، لكن طبعا تشرفت وسعدت بهذه الفرصه ان انا جيت دوله الامارات. وطبعا هو يمكن مش سر، هو يعني من الحياه الشخصيه، انا زوجتي من دوله الامارات العربيه المتحده، ويمكن ده برضو كان من ضمن الأسباب الرئيسية إن أنا جيت هنا دولة الإمارات. والحقيقة طبعا كان والد زوجتي الشيخ الدكتور سعود القاسمي، اللي هو وكيل أول وزارة الصحة ومؤسس وزارة الصحة في دولة الإمارات، والحقيقة كان يعني من أخير الرجال الواحد عرفهم في حياته الحمد لله، وهو اللي شجعني بصراحة لما أجي هنا، وفضلوا عليه كتير، والواحد لا ينكر هذا الفضل يعني. كلام جميل. إذا دكتور شريف، حدثنا قليلا عن بداية إنشائك هذا المركز، ومن أين أتت هذه الفكرة؟ والله أنا كان الفكرة أتت من لما اشتغلت في القطاع الحكومي لمدة أكثر من 15 سنة، فكرت ان انا اشوف فرصة في القطاع الخاص. فوزارة الصحة في ذلك الوقت كانت تسمح بالاطباء ان هم يزاولوا المهنة في القطاع العام او القطاع الخاص، فجاءت لي هذه الفكرة وتشجعت وعملت مركز عيادة طبية، الاول عيادة طبية صغيرة في منطقة النخيل. الكلام ده كان سنة 2011، والحمد لله لقت نجاح عظيم، وكان يشاركني فيها الدكتور زميل ليا الدكتور عثمان لطفي واخصائي طب الاطفال، وهو من الشخصيات الجميله والشخصيات اللي لها خبره في طب الاطفال. وبعد كده الحمد لله العياده حبينا نتطور فيها، وعملنا تطور في العياده لمركز طبي، واضفنا بعض التخصصات الاخرى كطب العام، ثم انتقلنا لهذا المكان يمكن من اشهر قليله، من 1/1/2019. جميل. اذا دكتور شريف، ما هي الخدمات التي يقدمها مركز شريف الطبي؟ الخدمات طبعا هي الخدمات الرئيسيه لعلاج الاطفال، الأطفال وحديث الولادة. طبعا حديث الولادة اللي هو أول شهر من العمر، في نبتدي بالأول حديث الولادة. طبعا الطفل بعد الولادة مباشرة بيتعرض ممكن لمشاكل طبية زي مرض الصفرة حديث الولادة. طبعا احنا ممكن هنا نعالج الصفرة بأجهزة حديثة جدا، أجهزة متطورة في علاج الصفرة.
بندي تطعيمات، التطعيمات طبعا دي من الحاجات المهمه جدا للاطفال، للوقايه من امراض كتير، والحمد لله يعني معظم الامراض دلوقتي اندثرت من فضل التطعيمات. طبعا في حالات، كل الحالات اللي ممكن تخطر على بال حضرتك في طب الاطفال زي الحالات الحساسيه والربو الشعبي والنزلات المعويه، التهابات الجهاز التنفسي، كل ما يختص بطب الاطفال الحمد لله رب العالمين المركز مجهز لعلاج هذه الحالات. زائد ان احنا عندنا طب عام، يعني في عندنا دكتورة تخصصها طب عام، يعني ممكن تشوف المرضى الاكبر سنا والاطفال في نفس الوقت، يعني ممكن تشوف تراجع المرضى من بعد سن الاطفال، يعني معروف انه سن الاطفال ممكن نقول لحد من اول ولادة لحد 14 سنة، من بعد 14 سنة ممكن نقول ايه ده تخصص باطني. فالدكتورة الحمد لله بتشوف جميع حالات البطنة والجلدية والحاجات اللي هي ايه تختص بالمرضى الاكبر سنة من عمر الاطفال. اذا من هم الاشخاص الذين وقفوا الى جانب الدكتور شريف وساعدوه في بداية هذا المشروع؟ طبعا زي ما ذكرت قبل كده، هو طبعا والد زوجتي رحمة الله عليه الشيخ الدكتور سعود القاسمي، طبعا الشيخ معالي الشيخ عبد الملك بن كاد القاسمي اللي هو يبقى عم زوجتي، وفي نفس الوقت هو المستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، مستشار خاص صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وطبعا معظم شيوخ رأس الخيمة الحقيقة ما قصروش معايا، وفي نفس الوقت طبعا ما ننساش فضل الإدارة الطبية وال في دكتور ياسر النعيمي ودكتور عبد الله النعيمي، وفي هنا مدير المستشفى استاذ عبد الله سيفان. الحقيقه كل ما يعني عشان ما ننساش حد، كل الناس الحقيقه اللي عملت معاهم وقفوا جنبي وساندوني، وطبعا اخويا الدكتور عثمان لطفي اللي هو اخصائي طب الاطفال هو يعمل حاليا بالمركز، وطبعا دوت يعتبر شريكي في المركز من لان هو الحقيقه هو اللي قائم على اداره المركز في الوقت الحالي. جميل. اذا دكتور شريف، ما هي الخطط المستقبليه التي تضعها الى تطوير المركز؟ والله الحمد لله يعني انا في خطط في دماغي كتير، ان انا ان شاء الله بطور وافتح عيادات تانية اكتر في المركز زي تخصصات اخرى زي تخصص امراض النساء، ان شاء الله برضو في بلان ان احنا نفتح عيادات اسنان وتخصصات اخرى زي الجلديه، فان شاء الله نتوسع اكتر وان شاء الله ربنا يقدرنا نخدم اهالي راس الخيمه بتخصصات اخرى ان شاء الله. ان شاء الله ونتمنى لكم دائما دوام التوفيق والتقدم. اذا دكتور سيف، ما هي الرساله التي توجهها الى الشباب المقبلين على العمل داخل دوله الامارات العربيه المتحده؟ والله يعني طبعا بقول لهم وجودكم اساسا في دوله الامارات العربيه المتحده ده الحقيقه شرف لاي واحد ان هو ينتمي لدوله الامارات، شرف فيه ان هو يشتغل في دوله الامارات. دوله الامارات من الحقيقه من الدول القليله على مستوى العالم اللي اثبتت نفسها واثبتت تقدمها، وده طبعا بفضل القياده الحكيمه وبفضل سمو الشيوخ الحكام. الحقيقه عايز اقول لهم افخروا وتقدموا، وزي ما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نحن لا نرضى الا بالمركز الاول، فان شاء الله دايما الامارات تبقى في المركز الاول. وبقول لهم يعني على طول شد حيلكم ودايما ان شاء الله في تقدم وفي رخاء باذن الله. اشكرك على هذه الرساله الطيبه. شكرا لك. اذا دكتور شريف، ما هي الرساله التي تخرج من القلب فتصل الى القلب مباشره الى شيوخ وحكام دوله الامارات العربيه المتحده؟ احب اوجه شكري وامتناني الى حكام دوله الامارات العربيه المتحده وعلى راسهم صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان حفظه الله رئيس الدوله.
وسمو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات، سمو الشيخ صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، وأصحاب السمو الحكام وأولياء العهد وأصحاب السمو أولياء العهد، وكل الشيوخ الإمارات، كل شعب الإمارات، وكل المسؤولين في دولة الإمارات، وخالص شكري وتقديري لهذا التنظيم الرائع للتقدم بدولة الإمارات العربية المتحدة. ودائما إن شاء الله نتمنى أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الدول الحضرية والمتحضرة، وتكون دائما كما قال الشيخ محمد بن راشد المركز الأول إن شاء الله. شكرا جزيلا، وإن شاء الله دائما يا رب الإمارات في تقدم وإزدهار بإذن الله. وأنا أيضا بدوري أشكرك على هذا الكلام الطيب، شكرا لك. إذا دكتور شريف، حدثنا قليلا عن أهمية الاستثمار داخل دولة الإمارات العربية. والله أهم حاجة في دولة الإمارات أنك أنت بتتمتع بنعمة الأمان. الأمان، لأن دولة الإمارات الحقيقة اقتصاديا ما شاء الله من دول متقدمة جدا، فيها قوانين طبعا من صعب جدا اختراق هذه القوانين، وما فيش بتحس أنك أنت حضرتك سيكيور، و ما فيش العمليات النصب اللي بتحصل في بعض الدول الاخرى. كل حاجة ماشية سيستماتيك، وكل حاجة ماشية كمبيوترايزد، وكله ما شاء الله يعني كله ماشي بطريق مظبوط. فالحقيقة يعني الاستثمار والانفستمنت في دولة الامارات، يعني انا مش عايز اقول ان هو مضمون 100%، لكن فعلا كفاية بس انك انت تحس بنعمة الامان وبنعمة التعاون للناس كلها معاك والحب الحقيقة يعني دولة الامارات يمكن الحمد لله دلوقتي تعرف حضرتك جواز السفر الامارات هو يمكن رقم واحد على مستوى العالم، وان شاء الله دايما الاستثمار القطاع الطبي وكل الخدمات تبقى على نفس المستوى. وزارة الصحة مثلا على سبيل المثال الحقيقة من الوزارات الرائعة في الخدمات اللي بتقدمها. طبعا معالي الوزير عبد الرحمن العويس وسعادة وكيل الوزارة ومساعد وكيل الوزارة دكتور أمين أميري، الحقيقة كل القائمين في وزارة الصحة الحقيقة ما بيأثروش سواء للجمهور وسواء للأطباء. فإن شاء الله دايما يا رب كده دولة الإمارات تكون على الطريق الصحيح وعلى نمرة واحد إن شاء الله. أشكرك على هذا الكلام الطيب، وأشكرك أيضا كونك ضيف عزيز علينا في برنامج الآلئ الاتحاد. شكرا لك. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، وشرفتونا ونورتونا، وإن شاء الله نلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى بإذن الله. إن شاء الله. وأشكرك أيضا لاستقبالك لي ولكادر العمل، وأرجو أن تسمح لكادر العمل بأخذ جولة تصويرية داخل مركز شريف الطبي وتصوير أبرز التخصصات التي في داخله. أهلا وسهلا بكم، وده شرف لينا. أهلا وسهلا، تشرفوا. شكرا جزيلا. شكرا أعزائي المشاهدين، لقد كانت هذه نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا لكم.